بدأت أمس صومعة أسوان في استلام الأقماح الواردة من مناطق وادي النقرة ووادي خريط وتشكى، حيث تعد محافظة أسوان من أولى المحافظات التي تبدأ موسم توريد الأقماح. وقد وضعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان الاستعدادات لاستقبال الأقماح من المزارعين تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان وتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية. تقرير أنس النمر. بدأت أمس صومعة أسوان في استقبال كميات الأقماح الواردة من المزارعين من مناطق وادي النقرة وخريط وتشكى وسط استعدادات كبيرة من قبل إدارة الصومعة ومسؤولي التموين والجهات المعنية باستلام الأقماح بأسوان. استلمنا يوم 15/4 أول كمية من الأقماح، وموسم كان مبشر بالخير إن شاء الله، والقمح اللي جاء امبارح حاجه كويسه خالص خالص، وكل الدرجات اللي واخدينها 23.5، وان شاء الله باذن الله هيكون موسم مبشر بالخير، وربنا يكرم المزارعين ويكرم الناس كلها ان شاء الله. العربيه اول ما تجي داخله من البوابه زي كده اهو، بتجي العربيه داخله، فبتجي داخله على الهوبر اللي احنا واقفين عليه حضرتك دياتي. فاحنا اللجنه مشكله من مديريه التموين رئيس اللجنه، ومن عضو من هيئه سلامه الغذاء، ومندوب من مديريه الزراعه، ومندوب من جمعيه القبانيه. فكل واحد من اعضاء اللجنه ديت ليه اختصاصاته، يعني مثلا انا كرئيس اللجنه معايا الدفاتر، وانا اللي بسجل حركه الدخول وحركه الخروج، وانا اللي بسجل وبسجل كل حاجه اول باول. بالنسبه لمندوب هيئه سلامه الغذاء، الراجل بياخد التجريطه وبيدي الدرجات على هذه الدرجات، فهو بيدي درجه نقاوه القمح من 23 او 23.5، وان شاء الله موسم يكون مليان بالخير ان شاء الله على الناس كلها باذن الله. تيسيرات عديده وضعتها وزاره التموين والتجاره الداخليه لتحفيز المزارعين على توريد الاقماح، خاصه مع زياده سعر توريد الاقماح والتي وصلت الى 2000 جنيه للقمح درجه نقاوه 23.5 و1950 جنيه للقمح درجه نقاوه 23 و1900 جنيه للقمح درجه نقاوه 22.5، وتصل الأطاقة الاستيعابية لصومعة أسوان إلى 6000 طن من القمح. استعدادنا للموسم كان من فترة كبيرة بناء على تعليمات الوزارة، من تطهير وتبخير للأرضيات والخلايا الموجودة في الصومعة. ساعة صومعة أسوان 6000 طن، ابتدينا الموسم امبارح، وإن شاء الله يكون موسم مبشر. الاستعداد بعد الصومعة بنبتدي العربية تدخل من البوابة، تخش توزن قائم، بعد الوزن القائم بتخش على الهوبر موجود على حضراتكم، يبتدي عضو لجنة سلامة الغذاء ياخد عينة من العربية متجانسة ككل ويبتدي يديها درجة النظافة. اللجنة الموجودة حاليا لجنة مكونة من 5 أفراد برئاسة التموين رئيس اللجنة، عضو هيئة سلامة الغذاء بياخد درجة النظافة بتاعت العربية، عضو الزراعة بيتأكد إذا كان الأقماح الموجودة مستوردة أو محلية أو مخلوطة، وبيتأكد منها إذا كانت الموسم الموجود حاليا أو الموسم اللي فات. السعر الموجود حاليا اللي نزلته الوزارة بعد السعر الاسترشادي، السعر الاسترشادي كان نازل من فترة كبيرة ب 1600، لكن نظرا لتشجيع الموردين إن هم يزودوا ويوردوا أكثر بكمية، الوزارة رفعت السعر ل 2000 جنيه للأرداب اللي هو 150 كيلو، ده هي أقصى درجة نظافة 23.5، ينزل 50 جنيه على كل درجة، يعني 23.950 و 22.5 1900. بنعمل محاضراتكم ان يكون في توريد ويزيد محافظة لينا، وعشان حاجة أكبر من أكبر كمية من الأقماح الموجودة، وإن شاء الله نوصل لدرجة الكفاية الموجودة في مصرنا الحبيبة إن شاء الله. من صومعة أسوان لتوريد الأقماح، لكم تحياتي أنس النمر للقناة 8.